قام دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية لأعمال التطوير الجارية بشارع أحمد زكي الذي يمتد بأحياء دار السلام والبساتين. وأكد محافظ القاهرة أن أعمال التطوير بالشارع تشمل رفع كفاءة الأرصفة والإنارة والبلدورات ومستوى التشجير، مشيرا إلى وجود حملات دورية مكثفة لمنع الانتظار الخاطئ بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، كما تم رفع السيارات المتهالكة والإشغالات ورفع مستوى النظافة به. وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني اليومي لمتابعة استمرار حملات الحفاظ على ما تم من تطوير بالشارع ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى.